على بركة الله بالمقادير. عندي جوج بصلات، جوج فلفلات حمرين، جوج خضرين، ربعة الكورجيتات، خمسة دخيل الزوات، القزبور ومعدنوس، ستة البيضات. يلا انا ضبط المقادير. هيا الخضرة ديالنا ملي كلشي قطعناها، ها البصلة هيا درناها في المقلة، درناها في الزيت، جبنا لها تشحر. هيا هيا الفلفلة كلشي بهذه الطريقة باش قطعناهم. يلا كنديرو بصلة، شوية ديال الزيت، جوج بصلات، كنزيدو عليهم خيزو. خيزو تقطعوه رقيق، هو خصك تقطع رقيق باش يطيب بهذه الطريقة. تا ينزل يتشحر، تا يتشحر مزيان تا يهبط. هو خيزو ديالنا ملي يتشحر، هو ملي طاب، هو طاب دابا راه هبط. كنشدو نشحرو حتى كيهبط، هو طاب، نسبقو هو اللول. كنزيدو عليه الكورجيت، غطوه بشي غطا خيزو ملي كيطيب. كنزيدو فلفله خضراء، كنزيدو عليه ديك الفلفله هي دوك المزيودات حارين شويه، هما هادو والحمراء. صافي كنقلبو حتى يتشحر مزيان، حتى كتهبط الخضره. نزيدو ليه الملحه، شويه ديال الملحه، واحد المعلقه ديال القزبر حبوب، معلقه صغيره، صافي كنخليو يتشحر حتى كتطيب الخضره تنشف. ها هي الخضره ديالنا اللي طاب، غنغطيوها بشي طاير. هاهي هاهي راه كيف فيه الطاس، هاهي دابا شوفو. يلا كنكمل مع الصلصة ديال هاديك الخضرة. كنجيبو واحد الليمون كندهنوه بالزيت بهاد الطريقة، كنحيدوه بالشم. كنجيب واحد الإناء كنديرو فيه ستة ديال البيضات، هاهما ستة. كتهز الكيسان ديال الحليب، هالكاس الثاني، هالكاس الثالث، كتهز الكيسان، مية ديال المعالق ديال الكبير، جوج خمارات حمرين حيت انا ضبطت المقادير. اللي بغا يدير نص المقادير يدير واحد الخميره وثلاثه البيضات. عندي قزبر ومعدنوس وقزبر، فرماج محكوك، شويه ديال الفرماج محكوك، معلقه صغيره ديال القزبر حبوب، الملحه، شويه ديال الملحه، الملحه على حساب الذوق. صافي كنحركوهم مزيان، كندير واحد جوج معالق تاع الزيت،
كنحركو بهاد الطريقه كنجيبو هذيك الخضره اللي شحروني ثانيا كنخويها فيه. نحركوه هكايا مزيان، صدقوني راه كتجي زوينه والله الا كتعجب الدري هاد الخضره بهاد الطريقه. كنجيبو داك الماء كنخويها فيه ندخلوها للفران نحطوها على العافيه في بلتحت، نحطو هذه في لتحت هكايا نشعلوها العافيه من التحت. هو الكرطون ديالنا ملي طابت هي هي الطريقه ديالو كي طابت نقطعو معكم. خليو حتى يبرد انا رقدته باقي سخون. ها شفتو الطريقه ديالو كي كتجي. هو يلا كنتمنى تعجبكم هذه الوصفه. يلا بسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله. ها هو يلا.